كل عدد يزيد لأنه يبين الدعوة صارت لكل الموجودين. يعني لسنا محزونون لاعتقال أحبتنا وسلبهم حريتهم، لأننا نعرفهم جيدا. صفوة حملوا الأرواح على الأكف، صوت يصدح بالحق والحرية بالعدالة والديمقراطية، يعرفون حجم الصعاب والتحديات، وكانوا يصرون على مواجهة هذه التحديات والصعاب. يعرفون من قبل، من دون أن نبصرهم بهذا الأمر ولم نغرر بهم يوما ما، لأنهم يعرفون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم وتبعات هذه المسؤولية الملقاة على عاتقهم. لكنهم رغم معرفتهم، رغم الصعاب التي يعرفونها والتحديات، صمدوا وأصروا على المشاركة وعلى البقاء في ساحة الصوت الحر المعبر عن شعبهم وعن إرادتهم وعن متطلبات أمتهم. يعرفون بأن المصير قد يكون سجن أو أكثر من السجن، ولكنهم منذ انطلاق الثورة كانوا الصوت الحر. عصفت بالبلاد كل العواصف، وبقوا هم أيضا كالنخل شامخ يصدحون بصوت الحق. لم يترددوا في أي مسيرة أو حفل أو اعتصام أو فعالية هنا أو هناك على مدى هذه الثلاث سنوات من المشاركة وإبداء رأيهم الحر. شعارهم السلمية وهتافهم الديمقراطية، وصوتهم يصدح دائما بالحرية. وانظروا كيف حوكموا وكيف زجوا في السجن. يسألهم وكيل النيابة، يقول له لأحدهم: أهذا صوتك؟ قال له: نعم. ماذا تقول؟ يقول: أقول سلمية سلمية. فيقول له: أنت موقوف 7 أيام، ثم يجدد له أيضا المدة ليكون 45 يوم. عجبا، لقول السلمية يستحق أن يبقى 45 يوم. ويسأل الآخر: أهذا صوتك؟ فيقول: نعم. وماذا كان الصوت؟ الله أكبر، الله أكبر على هادم المساجد، والله أكبر على كل متجبر. قال له: أهذا قولك؟ من تقصد؟ هذا هتاف عام. فالله أعلى وأجل وأكبر وأعظم من كل هادم للمساجد ومن كل متجبر ومتكبر. فيدان بإيقافه 45 يوم، وهكذا دواليك على الباقي. تهمتهم أنهم رفعوا شعار السلمية، وتهمتهم أنهم صرحوا بصوت الحرية، وتهمتهم أنهم رفعوا شعار الله أكبر، فاستحقوا بذلك السجن. يحاسبونهم على هذه الشعارات. نحن نعرف ما الذي أزعج النظام، وكيف نقم من هذه الصفوة، من هذه الثلة المؤمنة. إنهم لم يتحملوا ذلك الطوفان في مسيرة 15 من فبراير لعام 2014، لأن هذا الطوفان أقض مضاجعهم، أزعجهم في توقيته. والشيخ فصل في هذا الأمر، أزعجهم في توقيته، في أدائه، في تنظيمه، في حضوره الباهر الذي أبهر العالم. في كل حيثيات ذلك اليوم كان هناك انزعاج شديد.
فممن ينقمون؟ لم يجدوا إلا هذه الصفوة وهذه الثلة لينقموا منها. أحبتنا هم أحرار في سجنهم رغم قيدهم، وسجانهم هو المقيد وهو المكبل. هؤلاء لا يجدي معهم السجن، إن سجنوهم تخويفا للآخرين فلن يجدي تخويف الآخرين، إن سجنوهم وحرموهم من الحرية من أجل أن يكف الآخرين عن رفع صوت الحق فلن يجدي هذا أيضا في ذلك. هم أحرار، دعاؤنا لأننا قلتها من البداية، أنا أعرفهم جيدا وأنا كنت بجوارهم طوال ذلك اليوم وهم يصدحون بكلماتهم، لم نرى منهم مخالفة واحدة يستحقون الإدانة عليها إلا النقمة لما جرى في ذلك اليوم من إزعاج للحالة الدكتاتورية في هذا البلد. دعاؤنا لأحبتنا بالفرج العاجل، وعهدنا لهم بأننا سنواصل المسير حتى تحقيق مطالبنا، لن نكف ولن نمل ولن نتردد يوما ما. وهناك لن أقول العشرات بل الآلاف الذين يعني على استعداد أن يصدحوا بكلمة الحق وأن يمسكوا الميكروفون وأن يديروا هذه المسيرات وهذه الفعاليات. واليوم الذي لن نجد فيه أحد ولن يكون هذا اليوم، مستعدين أنا وشيخ علي سلمان وكل أحبتنا اللي ما يطلعون من جود الميكروفون، إحنا اللي نرفع الشعارات وإحنا اللي نقدم الإخطارات وهكذا دواليك حتى يأتي أطفالنا وأطفال أطفالنا. لن نمل حتى تتحقق هذه المطالب وحتى يتحقق لنا ما نصب إليه. عهدنا لكم أيها الأحبة أن نبقى على مواصلة ما بدأتموه منذ 3 سنوات إلى أن يتحقق لنا كل ما نريده من حرية وديمقراطية، والحمد لله رب العالمين.